عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج النداء الأخير. النداء الأخير برنامج يتمحور حول محبة الله التي ظهرت للإنسان من خلال صليب ربنا يسوع المسيح. في هذا البرنامج يرافقنا الدكتور عادل نصحي وأيضا المرنم نجيب لبيب، وأنا فؤاد رش مقدم هذا البرنامج. أتمنى لك أوقاتا ممتعة، تغيير نحو الأفضل، قرارات مصيرية تضمن لك الحاضر وأيضا المستقبل. هنبدأ بنعمة الرب بترنيمة مع الأخ نجيب. تفضل أخ نجيب. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطا، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله، أراك حسبت مع الآثمين وتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله، لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وافتديت، قدموا وأنك من أجل كل الآنام بصبر تحملت كل الآلام وذقت العذاب ومر الصقام. حبيبي لكي تمحو عني الآثام تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. شكرا يا أخ نجيب. دكتور عادل، في حلقة هذا اليوم نتحاور حول موضوع مهم جدا، يوسف في بيت السجن بين المذنبين، تمام، والرب يسوع المسيح البار على الصليب معلق بين المذنبين، تمام، أيضا تمام. ممكن قراءة، تمام، من طبعا سفر التكوين، أي موضوع يوسف اللي هو أصحاح 40 الأعداد الأولى، وهناخد جزء من العهد الجديد من إنجيل لوقا أصحاح 23. وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاط ورئيس الخبازين فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط اللي هو فوطيفار أقام يوسف عندهما فخدمهما وكانا أياما في الحبس. يقابلها في العهد الجديد في إنجيل لوقا أصحاح 23 في عدد 32، وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه. وبعدين بعد كده يقول لنا الكتاب في عدد 39،
وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. شكرا دكتور عادل. يا ريت أنه نصلي قبل ما نبدأ في فضل. يا رب يسوع المسيح، نشكرك من كل القلب، لأن إن كنا نتكلم عن يوسف البريء بين المذنبين في السجن، لكن في شخص أعظم، مش بس بريء، ده بار، ده قدوس، اللي هو شخصك أنت، جئت وعلقت بين المجرمين لكي تعفو عن كل مجرم نظيري وتنقله من التعاسة الأبدية إلى المجد الأبدي. لذا نعظم اسمك يا رب، نقدم لك الشكر والإكرام، حتى وأنت معلق فوق الصليب نعطيك كل المجد، فأنت الذي رضيت بهذا الموقف لكي تنقذنا من حبس أبدي في جحيم لا ينتهي. بركة لحلقتنا، بركة للمشاهد الذي يشاهدنا الآن، بركة لكل كلمة تعطيها لنا، ولك كل المجد. آمين. دكتور عادل، سؤال: يوسف في بيت السجن، هل هذا ترتيب من الرب أنه في نفس الوقت كان هناك الخباز وأيضا الساقي في السجن؟ وماذا تريد أن تكلمنا عن هذا الموضوع؟ تمام. شوف، الله لي خطة، خطة الله تمشي على أو بالرغم من خطط البشر الشرير. يعني عايز أقول حاجة، اللي جاب يوسف لمصر إخواته، ليه مش عشان خاطر يملكوه، ده عشان خاطر يبيعوه عبد، خطة شريرة، لكن كان وراها خطة إلهية. لما دخل في بيت فوتيفار اللي هو تقريبا تقول وزير داخلية كبير أو رئيس الشرطة الملكية، كويس، هو قال كويس، أدينا ربنا أكرمني وبقيت، طيب ما تخليك هنا على طول يا يوسف. قال للرب لي خطة تاني، أقصى ما كان يحصل ليوسف في بيت فوتيفار إنه يبقى يفضل طول عمره عبد، لكن الرب لي خطة، الخطة دي تمشي حتى رغم شر الست مرات فوتيفار الخاطية دي. قال أيوه، طب هو دخل السجن يا رب؟ قال لي طول بالك عليا، في خطة، خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمري أنت رسمها لي. أنا متأكد إن يوسف اللي كان مديله سلام في القلب إنه عارف إن في خطة، وإن الرؤية اللي الرب اداها له زمان لابد أن تتم. وبعتقد إنه بعد ما قعد في السجن شوية بيصلي، بص لقى اتنين داخلين مجرمين، فسأل عليهم، قال لك ده وزير كبير وده وزير كبير. الملك فرعون ما بيأتمنش أي واحد على المشروب بتاعه أو الخبز، فدول ناس يعني منتهى الثقة بالنسبة لفرعون. طب دول غلطوا في حق الفرعون، أم راح رميهم في السجن تحت التحقيق. أنا متأكد أن أول ما يوسف شافهم قال ده ممكن يكون ده جزء من الخطة، وفعلا ده كان جزء من الخطة. طيب دكتور، يعني لما نحن نقرأ في سفر التكوين صحيح 40 نلاحظ أنه أذنبا إلى سيدهما أي ملك مصر، ما هو الذنب الذي غير مذكور الذنب، لكن هل من تعليق؟ طبعا ما أعرفش، بس واحد كان كتب مرة قال لك إيه، قال لك ممكن يكون عملوا حاجة كبيرة أوي، وممكن يكون حملوا حاجة صغيرة جدا. انت عارف الملوك في وقتها آلهة، انا فكر انه العمل انه الذنب هذا قاموا فيه بنفس الوقت تقريبا، في نفس الوقت بياخدهم مع بعضهم، بس ده بيشتغل في المشروبات وده بيشتغل في المخبوزات. فاعتقد واحد مرة قال تعبير عجبني قوي، قال لك ممكن يكون عمل غلطة كبيرة، وممكن يكون الفرعون لقى في العيش رملاية صغيرة او تحت التراب او حشر، وممكن الساقي يكون غلط مثلا في المشروب بسبب البذرة بتاعت العنب. يعني تعرف الملوك بيبقى عندهم نوع من الدكتاتورية، فممكن تكون حاجة كبيرة ممكن تكون حاجة صغيرة، المهم أهم من ده كله ان دي كانت جزء من الخطة، لازم يترموا في السجن
في الوقت ده بالذات. ليه؟ قال عشان في خطة مش للاتنين دول بس، خطة للبشرية كلها، لأن يوسف ده كان هو سبب بركة للبشرية، وخطة لرجل الله العظيم يوسف. شكرا دكتور على الأخ نجيب. فرعون سخط بهم ووضعهم في بيت السجائي في الحبس، المكان اللي كان يوسف فيه. هل من تعليق؟ تعليق. لو جاز ان احنا نتخيل، يعني ما هو التخيل؟ ان يوسف مذنب مع انه بريء في السجن، الاثنين مذنبين وفي السجن، يبقى في نظر السجان كلنا كله مذنب اهو في السجن. الحقيقة الاخ عادل ذكر مرة ان احنا في الحياة في سجن، سجن الجسد، سجن الحياة، الظروف الصعبة، لأن هنترك الجسد ونتحرر نكون مع الله. فالكل مذنب، ما فيش واحد مش مذنب. الكتاب بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهنشوف بعد شوية أن يوسف الرب استخدمه، إشارة ضعيفة للرب يسوع المسيح، ودى واحد راسه طارد والتاني عاش، وده اللي بيعمله المسيح، بيقسم العالم لنصفين مع ان الكل مذنب. رئيس السقاة ورئيس الخبازين كانوا الاثنين مذنبين، لكن واحد هلك واحد خلص. يوسف قال له واحد انت هتهلك، والتاني قال له انت بكرة هيرفعوا شأنك، لكن الاول هيرفعوا رأسك مثلا. فده اللي عمله المسيح، كان مصلوب بين لصين، واحد هلك واحد خلص. دكتور عادل، بنلاحظ انه ايضا انه رئيس الشرطة انه اقام يوسف عندهما، ويعني طلب من يوسف ان يخدم الساقي والخباز. تمام. هل لكي يدخل في علاقة معه؟ النمرة واحد بشوف فيها كمان فوتيفار، دي بتأكد لي حقيقة انه عارف ان يوسف مظلوم، لانه انت فاهم حتة لما مراته اتهمته، مرات فوتيفار اتهمت يوسف انه زاني، انا متأكد الراجل ده ضميره ابتدى يشتغل، فبقى مش عارف يعمل له ايه. فقال له اسمع اسمع يا ابني، خد بالك انت من الاثنين دول. يعني بيقولوا ان السجن الملكي ده كان راقي قوي، يعني ما هو السجن يعني زي ما تقول اللي يسموها تحديد اقامة، سجن بتوع الملك بالذات. فيوسف لانه ده طبعه بدأ يخدمهم. بيخدم مين؟ بيخدم المساجين. وزي ما سمعنا من الاخ نجيب هما ما كانش بيدهم حاجة، يعني واحد منهم اتحكم عليه بالإعدام والتاني طلع هتحكم عليه بالبراءة، ده كان يوسف بس بيفسر الحرب. لكن بالنسبة للرب يسوع وهو في للصين على الصليب، انجيل لوقا اللي قريتها في الأول، انجيل لوقا 23، ده بقى كان في ايد كل واحد انه يفلت من العقوبة الأبدية. يعني لو جاز اقول لك الخباز، لو قلنا له يا هيطيروا رقبتك بعد 3 أيام، هيعمل ايه؟ ولا حاجة. يوسف يقدر يعمل له حاجة اطلاقا. يوسف بس ايه، حدد مصيره، شخص الحالة، شخص المرض، لكن ما قدرش يدي علاج. لكن رب المجد يسوع هو على الصليب، وفي للصين اللي بتوازي هنا المذنبين هنا، كان في ايد كل واحد منهم يحدد مصيره الابدي من خلال الساعات القليلة اللي قضاها مصلوب بجوار المصلوب. جيد دكتور عادل، في إنجيل لوقا يعني العدد اللي قرأت على ما سامعنا يقول العدد 33 أنه ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة، أيوه، صلبوه هناك مع المذنبين، أيوه، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. ماذا يقصد الوحي به؟ نحن نعلم أنه واحد منهم آمن والآخر لم يؤمن، لكن بنلاحظ أنه كمان أنه نفس الكلمة يلي في سفر التكوين تعادون كمان مذنبين، أيوه، أذنبا مذنبين. ما زي ما قلت من شوية أنه بالنسبة للمذنبين بتوع إنجيل لوقا دول كان في إيدهم تحديد مصيرهم. بتاع سفر التكوين الرجل فرعون وهو قاعد في قصره حكم على واحد بالإعدام واحد بالبراءة، فما لكن هنا الاثنين مذنبين.
الاثنين لصوص، الاثنين قتله. مره واحد قال لي لا ده كان فيهم لص كان عمل جميل في المسيح وهو طفل. طبعا الكلام ده مش موجود هنا. الرب بيتعامل مع المجرمين، بيتعامل مع الخطاة، فالاثنين يتساووا معا في الاجرام، في الشر، في القتل، في السرقه. طيب وبعدين؟ والاثنين اخذوا نفس الفرصه، يعني المسافه واحده بين اللص ده والصليب، صليب المسيح، واللص ده وصليب المسيح. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اترجمها ببساطه، كل انسان على وجه الارض له فرص متساويه في اللقاء مع المسيح المصلوب. في ناس بترفض، في ناس بتقبل. في واحد كده بيجي يقول له يا رب فعلا انا لما ببص لنفسي بحس ان انا خاطي مذنب، الجميع اخطأوا، الجميع زاغوا معا فسدوا، ما فيش حاجه اسمها واحد احسن واحد اوحش، الكل في الموازين، موازين ربنا الى فوق، يعني ما يوزنوش. ففي ناس بيجوا يحس زي اللص ده اللي بيقوله يمكن اللص اللي على اليمين يجوز، جه بقى حس انه خاطي جدا، وبعدين التاني خاطي جدا. وكمان في نقطة كمان، مشكلة تاني، ان الاتنين كانوا بيجدفوا على المسيح في الأول، في البداية. يعني عارف فرصتك يا ابني يا لص، انت مستحيل، انت عشت حياتك في اللصوصية والخطية، وحتى وانت متعلق على الصليب غلطت في المصلوب، غلطت في يسوع. قال لي بس برضو حاسس انه قلبه كله حنان، ده قاعد يصلي يقول يا أبتا اغفر له. إلا ما عمري شفت واحد بالأخلاق دي والمحبة دي والطيبة دي، ده إنسان رائع. فبدأ روح الله بقى يساعده، خلاه يحس إن يسوع مش إنسان بس، إنه يحس إنه رب، ورب مش بس رب وملك. عشان قال له كده اذكرني إيه؟ يا رب. متى جئت في ملكوت. لكن أيضا هن بيكلموا بعضهم، اللصين اللي معلقين على تمام. واحد بيتكلم الثاني بيقول وكان واحد من بين المعلقين يجدف عليه قائلا، ايوه هنا بيتكلموا مع بعض وبيجد، واحد بيجدف على الرب يسوع، والكلام هذا رائع جدا، ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا. أيوه. فاذا هم جايين للصلب، انا يعني بتخيل انه هم بيقولوا والمسيح يمكن اخر فرصه متاحه لنا، هو على الصليب حيخلصنا. اقول انا عندي حاجه كاتبها عليها هنا قدامي. بقول ايه؟ اللص قال ثلاث كلمات، كلمه الى زميله، ثم كلمه الى نفسه، ثم كلمه الى ربه. كلمة إلى زميله توبيخ وانتهار، أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، وبعدين بكلمة إلى نفسي أما نحن فبعدل ننال استحقاق ما فعلنا، ثم كلمة إلى ربه أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. لحد كده فاضل حتة صغيرة أوي، إنه بقى يكلم المخلص، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت. جيد دكتور، لكن لاحظ يقول إن كنت أنت المسيح. أيوة أنا حتوجه للأخ نجيب. أيوة. إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. ده واحد منهم، ما هو المسيح ماشي، بس خلص. أنت فتحت كده نقطة مهمة جدا، وأنا هلفت نظر المشاهدين إليها. واحد اقترب بالإيمان وقال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوت، كأني بالإيمان أقر أن المسيح رب. والثاني اقترب برضو للمسيح بس قال له إيه؟ إن كنت، يبقى إن كنت أنت الله أو ابن الله، يعني بمعنى الله المتجسد، كان فاهم انزل من على الصليب وإحنا معاك بالمرة. بس ده بيقترب إليه بلغة الشك. هل تقترب إلى الله بلغة الإيمان أن المسيح هو الله يملك على قلبك، أم تقترب إليه بلغة الشك إن كان المسيح هو الله؟ واحد خد حياة أبدية، الاثنين ماتوا لأن هذا العدل، نحن ننال بعدل استحقاق، وكلنا محكوم علينا بالموت بأجرة الخطيئة، زي ما قال الأخ عادل ليس ما لي عمل صلاح، ليس ولا واحد، إذا ربنا ودانا كلنا على جهنم حقه عدل.
لكن اللي يقترب بالإيمان للمسيح يأخذ حياة أبدية. قال له اليوم تكون معي في الفردوس، لكن إن كنت ما زلت تقترب بلغة الشك إن ما راح تأخذ ولا شيء. دكتور عادل، اذكرني يا رب، قال اللص أنه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تمام. اتغيرت اللهجة عنده ليه؟ أيوه. شوف شو يلي خلى ان ما الاثنين قريبين من الصليب، الاثنين القرب المسافة واحدة، شو يلي الاثنين يعني محكوم عليهم نفس الحكم، شو يلي خلى واحد من الاثنين انه يغير رأيه ويطلب الطلب هذا؟ لغة الشك زي ما كان بيقول الأخ نجيب اتغيرت للغة اليقين. لغة الشك على فكرة عايز أضيف حاجة، أخ نجيب قالها الشيطان نفسه لما جه يجرب المسيح، قال له إن كنت أنت ابن الله، نفس الجملة. أتاري اللي بيشكوا في لاهوت المسيح دي كلها محاولات شيطانية، تشكيك من إبليس يشككوك في لاهوت المسيح. ده مجرد نبي عادي، مجرد إنسان عادي زيه زي بقية البشر أو زي بقية الأنبياء، لكن ده لغة شيطانية. وأنا أولا بشكر رب أنه ما أسمعش الكلام، إن كنت أنت المسيح طب ما تنزل. أشكرك يا رب أنك ما نزلتش، لأنك لو نزلت من على الصليب وخلصت نفسك كنت أنا هخش العذاب الأبدي. رفض الكلام بتاعهم ورفض التحدي بتاعهم، وكان يقدر يعملها ليه؟ عشان ينقذنا احنا، مات هو عشان أحيا أنا. دي نقطة. النقطة التانية اللي أنت بتقولها اللي هي كيف رأى هذا اللص في المسيح رب وملك، ما أنا بقول إيه، داود قال له كده اكشف عن عينيه فأرى عجائب من شريعتك. أنا عايز أقول لكل واحد بيتكلم على الرب يسوع كنبي عادي أو يقول لك كده أنه مجرد واحد من ضمن سلسلة أنبياء، عزيزي هتفضل شاكك فيه، عزيزي هتفضل حاسس أنه مجرد إنسان ومجرد نبي. لكن أنا عايزك تيجي النهاردة وتقول له يا رب اكشف عن عيني، تعال مع اللص ده قول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هتبص تلقى يكشف لك بروحه القدوس انه هو رب، يعني يسود على حياتك، ومش بس رب، وهيبقى ملك وانت هتبقى ليك نصيب معه وستملك معه. عشان كده الرب قال للص الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس. كان معاه في الفردوس ولا لانه هو ماسك الفردوس، هو فاتح باب المجد، مستعد يقبل أي واحد يجيله بانكسار واعتراف ويقبله مخلص. أخ نجيب آخر كلمة والترنيمة. أمين. تعال، يمكن تقول أنا أعمل إيه، أنا فعلا كل الكلام اللي سمعته هو أنا بعمله، أنا بقى بعرف كل حياتي إن المسيح مجرد نبي وبحترمه، لكن المسيح هو الله خالقك، خالقي، خالق الكون. تعال وقول له لك القلب أهدي طول الحياة يا مخلصي. اقترب بالإيمان تأخذ، إن اقتربت بلغة الشك فسوف تأخذ عذابا أبديا، جحيم إلى أبد الأبدين. فعلت رديا جعلت لأجلي رديء، كشاة تساق إلى الذبح صرت وكاللص صرت. أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي، ويا لك من غافر مفتدي. تدق يداه فداء يدي، فماذا أرد لك سيدي؟ وأنت العلي وأنت الإله، لك القلب أهديه طول الحياة، لك القلب أهديه طول
الحياة، فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله؟ لك القلب أهديه طول الحياة، لك القلب أهديه طول الحياة. عزيزي المشاهد، إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو كنت بحاجة إلى الكتاب المقدس، فاكتب إلينا أو هاتفنا على رقم يلي حيظهر على الشاشة. شكرا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا دكتور عادل. عفوا. شكرا أخ نجيب. عفوا.